بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، موضوعنا لهذا اليوم في الأدب والنصوص للصف الثالث متوسط، موضوع الجواهري في اللغة العربية. معاكم ست سارة حسن، ونبدأ موضوعنا لهذا اليوم بتعريف عن هوية الشاعر وما هي دواوينه، كيف نشأ قصيدته. طبعا الجواهري بصورة عامة وليس خاصة، بصورة عامة موضوع مهم جدا جدا لطلبة الثالث متوسط، فهذا الموضوع وزاري، ركزوا عليه. طبعا نبدأ درسنا لهذا اليوم بطرح بعض الأسئلة، ويعني على شكل سؤال وجواب. راح نبدأ بالبداية. طبعا سؤال، يجيني السؤال: متى ولد الشاعر؟ متى ولد الشاعر الجواهري؟ أو ما هو اسمه؟ ومتى ولد وأين؟ يجينا بسؤال واحد احتمال، احتمال يجينا سؤال، يجينا فراغات، يجي على شكل يعني نمط هاي الأسئلة يجي الوزارية. طبعا السؤال الأول: ولد محمد مهدي الجواهري. أول شيء نعرف اسمه، بعدين نقول وين ولد. محمد مهدي الجواهري طبعا ولد في النجف الأشرف عام 1899 ميلادية. إذن اسمه وولادته والمنطقة اللي ولد بها. طبعا يجينا السؤال الثاني، السؤال الثاني: ما اسم عائلته ولماذا يعني سميت بهذا الاسم؟ سميت بالجواهر، بالجواهر نسبة إلى أحد أجداد هذه الأسرة، الشيخ محمد حسن صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. السؤال الثالث: ما هي المواهب أو التي امتلكها الشاعر؟ شنو هي المواهب اللي تمتع بها هذا الشاعر واللي جعلت منه شاعر عريق ومعروف؟ إذا ما هي هذه المواهب؟ أولا نظم الشعر في سن مبكرة، ثانيا أظهر ميلا إلى الأدب، ثالثا فانكب على قراءة التراث العربي القديم شعرا ونثرا. إذا كان متميز بالشعر، وكان متميز في النثر، وكان هذا في سن مبكرة. متى توفي الشاعر الجواهري؟ طبعا توفي عام 1997. وأين؟ في دمشق بسوريا. رح نجي على السؤال اللي بعده: بماذا لقب أو ماذا لقب الشاعر الجواهري؟ احتمال يجي على شكل تعداد، يجينا على شكل فراغات. فلقب بشاعر العرب الأكبر، هذا أول لقب له. ثانيا نهر العراق الثالث. السؤال الآخر: ما هي دواوينه الشعرية؟ دواوين الشعرية احتمال يجينا السؤال على شكل فراغات أو تعداد، أو يجينا سؤال مخطط بعد العديد من الكتب أو المؤلفات وأصحابها، تنسبين كل كتاب إلى يعني إلى صاحبه. فدواوين الشعرية: بريد الغربة، أيها الأرق، وبريد العودة. إذن هذا كل ما يخص حياة الشاعر، سوينا على شكل سؤال وجواب. أعزاء الطلبة، راح نيجي على القصيدة. أول شيء يجينا السؤال: ما هي قصيدة الجواهري أو ماذا سميت؟ ثم اكتبي ما تحفظين من هذه القصيدة. احتمال يجي اكتبي ثلاث أبيات، اكتبي ثلاث أبيات تجي، أو بيتان أو أربعة، حسب ما هو مطلوب من عندنا. فهي اللي هسه مخصصة للحفظ القصيدة سبع أبيات. يقول الشاعر الجواهري في قصيدته: يا دجلة الخير، حيث سفحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، حيث سفحك ظمآنا ألوذ به، لوذ الحمائم بين الماء والطين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، وأنت يا قاربا تلوي الرياح به لنسائم لي النسائم أطراف الأفانين، وددت ذاك الشراع الرخصة
الرخص لو كفني يحاك منه غداة البيني أو غداة البيني يطويني. يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضمون. هاي القصيدة مهمة جدا، اللي مخصصة منها حفظ للحفظ يعني 7 أبيات. إذا هذا اللي كملنا فيما يخص القصيدة. رح نيجي على المعاني اللي مخصصة للحفظ اللي مطلوبة من عندكم. فقط ظمآنا اللي هو الظمآن من العطش، معناها عطشانا. كملنا من معاني المفردات، رح نيجي على التحليل القصيدة. تحليل القصيدة، أول ما نبدي يعني لماذا، أو سؤال، ما هي الموضوعات التي استخدمها الشاعر في قصيدته؟ مو ماذا تضمنت أو عن ماذا تحدثت، لا، الموضوعات اللي استخدمها الشاعر في القصيدة. أول موضوع هو موضوع الغربة، ثانيا موضوع الحنين للوطن والاشتياق له. إذن استخدم موضوعان، الغربة والحنين للوطن والاشتياق له. طبعا الاشتياق له تابع للحنين. تحدثت القصيدة بصورة عامة، أنه عندما اقترب أحس الشاعر بشوقه وحنينه إلى الوطن. وكل شاعر عندما يقترب يبدأ بالحنين للوطن، فيبدأ بنظم القصائد التي تخص الوطن ويعبر فيها عن شوقه له. إذا أول سؤال استخدم موضوع الغربة والحنين. السؤال الثاني، متى كتبها الشاعر ولماذا كتبها؟ يعني متى كتب هذا القصيدة يا دجلة الخير ولماذا؟ كتبها عام 1962. لأن 1962 كتبها. لماذا؟ لأنه كان يمر بأزمة نفسية حادة أثر اضطراره إلى مغادرة العراق، هو وعائلته. إذا هاي المناسبة أو الـ يعني لماذا نظم هذه القصيدة وفي أي سنة؟ راح نجي على السؤال الثالث واللي هو موجود عندنا بأسئلة المناقشة. لماذا جعل الجواهري دجلة شاهدا على ما يمر به العراق؟ طبعا هنا الجواب، وهنا عندنا كأنه يراه ويشهد عليه نهر دجلة بوصفه. يبدأ الجواب من هنا، بوصفه رمزا للوطن ليناجيه ويبثه شوقه ويشكو له ظروف الغربة والشعور بالاضطهاد. إذا هذا السؤال الثالث واللي هو عندنا أول شيء بأسئلة المناقشة. السؤال الرابع واللي عندنا بأسئلة المناقشة، السؤال الثاني هنا، ما الذي عناه في البيت الرابع وماذا يقصد بالأرواء والظمأ في هذا البيت؟ هنا الجواب، ويعترف بأن ظمأه الأبدي لا يجليه إلا دجلته، إنه ظمأ الشوق والبعد والاغتراب وظمأ الحب والذكريات والحرية. ويزيد عطش الجواهري إلى الأرض والحنين إلى الماء، لنجده يتمنى أن تكون دجلته بعمقها قبره، وشراع قاربها الذي تلعب به الرياح كفنه، بل يطمح إلى أهون المطامح وهي قيلولة فوق حشائش ضفافها. إذن هنا يعبر بشكل محزن عن شوقه للوطن، كيف يتمنى أن يموت في أرض الوطن، ويتمنى لو أنه ينام على حشائش الضفاف اللي تحيط بنهر دجلة. رح نجي على السؤال الخامس والأخير، ما هي خصائص الجواهري؟ الخصائص الجواهري بصورة عامة وليس خصائص القصيدة. قلنا احنا يعني تحدثنا أو يعني تكلمنا عن شنو تحدثت، لكن هنا يريد مطلوب من عندنا خصائص الجواهري. إذا السؤال، ما هي مميزات أو خصائص شعر الجواهري؟ شنو تميز الجواهري بشعره؟ المميزات، أولا طول نفسه الشعري، ثانيا تنوع أفكاره، ثالثا تراكم الصور والذي يعكس طاقة شعرية فريدة، وقدرة رابعا قدرة توظيف الألفاظ في قوالب
تعبيرية موحية. إذا كان له يعني في القصائد، في نظم القصائد كان يمتلك إحنا يعني مثل ما نقول بالعامية واهس للشعر. طبعا تنوع الأفكار يتنوع بالأبيات، كيف ينظمها، كيف يتقنها. طبعا تراكم الصور من يتحدث عن الشوق، بعدين معاناة الغربة، بعدين الشوق، بعدين الظمأ، بعدين يتحدث عن يعني تمني الموت. فهي كلها تراكم في الصور. قدرة على توظيف الألفاظ طبعا في قوالب تعبيرية، أنه ألفاظه كانت جميلة ومتسلسلة وبسيطة. إذا هاي الأسئلة اللي تخص التحليل، موضوعات ومتى كتبها ولماذا. وطبعا عندنا هاي السؤالين اللي خاصات بالمناقشة، اللي هذا جواب السؤال الأول وهذا جواب السؤال الثاني، وخصائص شعر الجواهري. إذا هذا كل ما يعني هذا الموضوع شرحناه ولخصناه بشكل سؤال وجواب، لخصت لكم يا أعزاء الطلبة. هذا كل ما يخص موضوع الجواهري، وارجع واقول انه موضوع الجواهري مهم جدا. الى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، واتمنى تكونوا استفادتم من هذا الدرس أعزاء الطلبة.